اهلا بيكم مشاهدينا اولى فقراتنا صحافتنا القوميه. تعودنا مع حضراتكم اللي احنا نقرا النشاطات الرئيسيه وما بين السطور بنقراه من خلال تصنع بالكاتب الصحفي الكبير الاستاذ رفعت فياض مدير تحرير اخبار اليوم. استاذ رفعت صباح الخير. صباح الخير يا استاذ محمد، صباح الخير يا استاذ نور. صباح النور يا استاذ رفعت. اهلا بيك. ابتدي باول خبر باجتماع سياده الرئيس مع محافظ البنك المركزي ونائب المحافظ، تخفيف اعباء الفئات الاكثر احتياجا ودعم شبكات الحمايه الاجتماعيه. الرئيس تحسين المؤشرات الاقتصاديه وخفض الدين العام والحد من التضخم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في اتخاذ جميع الاجراءات لتحسين المؤشرات الاقتصاديه والحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي والتنسيق بين جميع اجهزه الدوله المعنيه لمواصلة العمل على خفض الدين العام والحد من التضخم. أكد الرئيس خلال اجتماعه أمس مع طارق عامر محافظ البنك المركزي وتمنيك نائب المحافظ ضرورة مراعاة الفئات الأكثر احتياجا والتخفيف من أعبائهم بالتوازي مع شبكات الحماية الاجتماعية. من الملاحظ أن في فعلا نزول في سعر الدولار بالمقارنة بالجنيه المصري حتى لو كان بنسب مخففة، ولكن احنا كنا في فترات كان في زيادات بشكل مضطرد، دلوقتي حتى لو كان ثابت لا ده في انخفاض ولو انخفاض بشكل خفيف. معناه ان هناك تقييم للحالة الاقتصادية والسياسة الاقتصادية الحكومية للنظام الحالي، رأيك ايه؟ ده صحيح يا استاذ محمد، وبشكل مبسط للسادة المشاهدين احنا لما عملنا القرار الجريء اللي انا برى ان اهميته تصل الى اهميه قرار حرب اكتوبر، وهو قرار تحرير سعر الصرف اللي هو السلعه وخاصه السلع المستورده لما تعرض في السوق يبقى تعرض بسعرها الحقيقي دون ان يكون هناك دعم، وأيضا بالنسبة لسعر الدولار عندما تبحث عنه الحكومة لاستيراد سلع من الخارج هذه السلع تعرض في السوق بسعرها وبتكلفتها الحقيقية بقيمة الدولار وسعره، وليس هناك فارق ما بين الاثنين تتحمله الحكومة. القرار ده أدى إلى ارتفاع الأسعار على المستوى القومي كله في مختلف الأسعار سواء المستوردة أو غير المستوردة، لأن غير المستوردة أصحابها يقول لك طب ما أنا بشتري من الأسعار المستوردة في السوق سواء مستلزمات إنتاج أو استهلاك أو أي شيء، يبقى في الحالة دي أنا أرفع السعر بتاعي أيضا. هنا بدأت تتضخم أو يتزايد حجم الفئة المضارة من ارتفاع الأسعار، خاصة إن ما كانش فيه وقتها زيادة دخل مساوي لارتفاع السعر اللي حصل. هنا بدأت الدولة تخش لمساعدة هذه الفئات الأكثر احتياجا بدعم مادي ودعم أيضا في السلع عشان تتحمل هذه الفترة. الحمد لله زي ما حضرتك أشرت بدأ سعر الدولار قيمة الجنيه تتزايد وسعر الدولار بالنسبة للجنيه تتناقص، اقتربت حاليا دلوقتي من حوالي 15 جنيه و70 قرش أو 60 قرش. المؤشرات الاقتصادية بتقول على نهاية 2020 سيصل سعر الدولار ل 15 جنيه، هذا معناه إن قيمة السلع اللي جاية من بره بالدولار هتنخفض قيمتها عند عرضها في السوق، وايضا السلع الموازيه المنتجه محليا هتنخفض سعرها في السوق. اذا احنا ماشيين صح جدا، وانا بختلف معاك ان تقول لا التغير طفيف او التناقص، هيبقى كويس قوي قوي ان احنا ماشيين بهذا المعدل عشان ما يحصلش ضربات اقتصاديه تؤثر على الواقع الاقتصادي في مصر بشكل كبير. وانا بتكلم على تغير سعر الصرف. ده كويس قوي. آه. ده كويس قوي المعدل اللي يعني ما مثلا لو وصلنا في نهايه هي في جزء حضرتك اشرت اليه في وسط الكلام وهو الفئات الاكثر احتياجا. احتياجا نعم. من تغيير سعر الصرف. وبالتالي زي ما سيادتك قلت ان يعني تدخل مثلا القوات المسلحه في عرض سلع ده ظبط الى حد ما،
دلوقتي لا، في تدخل والمشروعات واضح من الدولة الكبيرة أكبر القومية اللي للتثبيت بتقيمها أكتر. الدولة، بتقيمها الدولة عشان تزود من حجم الإنتاج، سواء بالنسبة للمزارع السمكية أو بالنسبة للسوق الزراعية أو استصلاح أراضي أو مشروعات إنتاج لمواد غذائية. يعني كثير من المشروعات بدأت تساهم في توفير السلع بسعر أقل، وبالتالي بدأ يؤثر على سعر الدولار. بالإضافة إلى هذا الاستقرار الاقتصادي، لما يكون عندي عدد السياح بدأ يزيد بشكل كبير جدا، إذا العملة الصعبة متوفرة أكثر. أما نزيد من حجم التصدير للخارج، العملة متوفرة أكثر، إذا لم يعد هناك نقص في العملة يستدعي رفع سعرها مقارنة بقيمة الجنيه المصري. ده نقشه كله الرئيس مع محافظ البنك المركزي، وعلى أساس أيضا نقلل من حجم الدين العام، وعشان حتى قيمة ما ندفعه من فوائد الدين تقل، وبالتالي يقوى اقتصاد الدولة. بالإضافة إلى البحث، يعني ليه البنك المركزي والاجتماع بتاع هذا، لما يجي البنك المركزي أو البنوك المصرية تدخل داعمة للمصانع المتوقفة عن الإنتاج، وعددها أكثر من دي خطوة مهمة 1500 جدا. مصنع، واخد حضرتك، وتدي لها قروض وتخش معاها شريك عشان تقوم المصانع، معناها ان عماله تانية هتبدا تشتغل، انتاج هيبدا يزيد في السوق، حجم تصدير هيزيد في الخارج، يبدا الواقع الاقتصادي يتحسن اكثر واكثر من خلال دعم البنوك والبنك المركزي لمثل هذه المشروعات. وهذا هو كل ما طرح ايضا في اللقاء ما بين الرئيس وبين محافظ البنك المركزي. طيب هروح مع حضرتك لجريدة الجمهورية الصفحة الثالثة. في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي، انطلاق المشروع القومي لتنظيم الأسرة يوليو القادم، تعديل قانون مكافحة غسيل الأموال لمواجهة الإرهاب، أجازات الصيادلة وأطباء الأسنان للعمل بالخارج بدون قيود. دي أهم الملفات اللي تم مناقشتها بالأمس في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، ويمكن يعني في اهتمام كبير بمشروع تنظيم الأسرة، وخاصة إنه مع هذا الجهد المبذول ل يعني تحسين الوضع الاقتصادي والتدابير الخاصة بالوضع الاقتصادي، الزيادة السكانية بتؤدي لعدم ظهور هذا التحسن بالصورة المثلى يعني. فأهمية هذا المشروع في هذا التوقيت. ده من أهم المشروعات اللي مصر يجب أن تنجح فيها، ولا بد أن تنجح فيها، لتقليل حجم الزيادة السكانية الغير طبيعي في السنوات الماضية كلها، وزيادة عدد السكان بشكل أسرع من حجم أو نسبة التنمية في مصر، وخاصة الزيادة دي ما بين الفئات للأسف الأقل ثقافة والأقل دخلا، وللأسف لا تهتم بأن الزيادة السكانية اللي هتحصل عندها تهتم بلا تعليمها ولا رعايتها الصحية وخلافه، ولا نكون مواطن صالح في المجتمع وبناء ومعطاء في المجتمع. هنا إما حضرتك يكون أنا كفرد في الأسرة أو رب أسرة وعندي ولدين أو ثلاثة، لماذا الزيادة لأربعة وخمسة وستة ودون أن أفكر في كيف أعالجهم وكيف أعلمهم وكيف أجد سكنا لهم وكيف أوفر ملبسا لهم ودخلي أصلا بسيط؟ للأسف هذه الفئات بتربط قناعتها بهذه الزيادة بفهم خاطئ للدين، وبالتالي يقول لك أنا يعني ده الولد أو البنت اللي بيجوا برزقهم، إزاي أيوة. هيجي برزقهم دون عمل أو دون اجتهاد أو دون البحث عن الرزق؟ لابد ان اوازن الامور بمستوى داخلي، والفئات الاعلى ثقافه والاعلى دخلا اقتصاديا هي الملتزمه بالفكر الصحيح في عمليه الزياده السكانيه او الانجاز. يبقى عنده ولدين محبه اخت او ثلاثه، لانه وانه قادر ان ينفق على 10، بس لا ينفق ازاي؟ ده هو لم يكن
متفرغا لرعايتهم الصحيه وتعليمهم بشكل جيد ومتابعته وتكوينهم البنياني بشكل ممتاز، ولهذا يكون فكره فكر سليم بعمليه الانجاب. هنا لابد ان يكون هناك مشروع قومي يوضح هذه الصوره بشكل مبسط لهذه الفئات اللي فاهمه الدين خطا في هذا الموضوع بالنسبه للزياده السكانيه او الانجاب، اللي مش مقدره خطوره انها تنجب اعداد فقط دون ان يكون هناك رعايه صحيه اخرى، لان هذه الزياده المضطربه الغير طبيعيه بتلتهم كل مظاهر التنميه اللي احنا بنعملها. يعني حضرتك مثلا لما اكون انا محتاج في بناء مساكن لنص مليون وحده وعملتها في سنه، فوجئت ان الزياده السكانيه الجديده تحتاج ان انا اوفر مليون ونص وحده، يبقى خلاص كان انا ما حلتش المشكله، عمال استمر في زياده تعقيدها. وخدي على كده حضرتك بناء المدارس او تطوير التعليم او بناء المستشفيات او ما ينفق على العلاج والصحه وخلافه، كل هذا يؤثر بالسلب على اقتصاد اي دوله. وهناك كثير من دول العالم المتقدم الغنيه للاسف عملت الاجراء ده، العدد يتناقص عندها مش يزود كمان، لان هم بيهتموا بالبناء الاقتصادي وان يكون الانسان نافع بشكل جيد للمجتمع ويكون دخله دخل كبير يستطيع ان يتمتع بالحياه وبحياته الطبيعيه بعيدا عن دخول في مشاكل الرعايه الصحيه والمشاكل الاسريه ومشاكل الاسكان ومشاكل توفير مكان في المدرسه ومشاكل الانفاق على الاولاد فقط. في إطار ندوة مجلس الأعمال المصري الكندي، وزير التموين بيقول لا حرمان لأي مواطن من الدعم لعدم تسجيل المحمول. المصطلح قانون موحد للتجارة أمام البرلمان في دورته القادمة. ومن تصريح سيادة الوزير أنه لا نية لدى الحكومة لزيادة الأعباء على المواطنين، وأن هدفنا توفير السلع الأساسية في الأسواق بأسعار مناسبة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع في مقدمة أولويتها تخفيف الأعباء عن المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجا. وأشار إلى أن العام الحالي والقادم سيشهدان بداية جني ثمار الإصلاح الاقتصادي، وأن خطة الوزارة تشمل توفير الاحتياط الاستراتيجي من السلع الأساسية لمدة 3 شهور وأتاحتها في الأسواق للمواطنين من خلال شبكة توزيع منظمة مع ضمان حصول المواطن على السلع الجيدة. رأي سيادتك. احنا كنا لسه بنتكلم دلوقتي بالنسبة لآثار الإصلاح الاقتصادي أستاذ محمد على جزء ليس بالقليل من فئات المجتمع، وهناك حالات او فئات الاكثر فقرا واكثر احتياجا لابد من دخول الدوله في خلال هذه المرحله الانتقاليه دي للوقوف بجانب هذه الفئات ودعمها بالنسبه لتوفير السلع باسعار قليله جدا حتى تتمكن من مواجهه احتياجاتها اليوميه بالنسبه للغذاء. طبعا هذا الدعم ممثلا في ان يكون في بطاقه تمويل فيها السلع المدعومه بشكل كبير جدا، وفي بطاقات تمويل بياناتها صحيحه، لان هناك للاسف كان بدا فئه تستغل موضوع بطاقات التمويل دي ويحدث فيها نوع من التزوير واعطاء بيانات غير دقيقه، وتاخذ هذه الفئات ما ليس لها حق فيه. عند اعداد هذه البطاقات على الكمبيوتر في بعض خانات مكتوب فيها مثلا لابد تسجل رقم التليفون المحمول، قد لا يسجل البعض رقم التليفون او قد لا يكون لديه رقم تليفون محمول، فيخشى ان عدم تسجيل رقم التليفون المحمول في البيانات بتاعته عشان ايام البطاقه التموين ان هيحرم من هذا الدعم او البطاقه التموينيه غير صحيح، وده اللي نفاه وزير التمويل. ايضا بالنسبه للخبز المدعوم، هنا طبعا لان احتياجنا للخبز كمواطنين يمكن من اكثر الفئات اللي او المجتمعات اللي يعتبر الخبز نسبه كبيره من
وجباتها الغذائية غير بقية الدول الأخرى الأكثر قدرة اقتصادية، قد يكون الخبز أقل احتياجا من جانبهم يعني. ولهذا يمكن مصر من أكبر دولة في العالم استيرادا للقمح. نحن ننتج حوالي 9.5 مليون طن، ونستورد ما إجماليه 18 مليون طن، وبالتالي لابد من العمل على توفير مثل هذه السلع لمدة شهور قادمة كتأمين استراتيجي لاحتياجات المواطنين، وهذا ما أشار إليه وزير التموين. ومن بين هذه السلع وفي مقدمتها القمح، على أساس ده أحد الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري لإنتاج الخبز وتناوله يومي. هنروح مع حضرتك للأخبار الصفحة 9. أردوغان يهدد بضرب القوات السورية في أي مكان. وصل الجيش السوري أمس تقدم شمال غرب البلاد لتأمين طريق M5 الاستراتيجي، غدات السيطرة عليه بالكامل للمرة الأولى منذ 2012، في وقت صعد فيه التوتر بين دمشق وموسكو من ناحية وبين أنقرة من الناحية الأخرى. تعليق حضرتك يا فندم. انا مش يعني انا مش فاهم تصرفات رئيس تركيا اردوغان عندما يكون محتل لجزء من شمال سوريا، وعندما تحاول هذه الدولة سوريا انها تحرر هذا الجزء، خاصة انه مكتظ بالعناصر الارهابية المدعومة من تركيا، يبدأ أردوغان يهدد القوات السورية أو يهدد سوريا عسكريا بأي منطق؟ لو سوريا على العكس بقى محتلة جزء من تركيا، وجاية تركيا عايزة تاخد أراضيها وتحرر أراضيها، هل سوريا تبدأ تهدد تركيا لو تركيا قربت ناحية المناطق اللي أنا بحتلها هبدأ أعمل فيها وأعمل فيها؟ منطق غريب جدا جدا. واحد محتل جزء من بيتي وانا عايز اخذ الجزء ده واخذ حقي، ازاي المعتدي والمحتل يصل به البجاحه ان هو يهدد صاحب الحق بانه اذا حاول ان ياخذه سوف يقوم بالاعتداء عليه؟ للاسف سياسه فيها نوع من عدم احترام القانون الدولي. استاذ رفعت معلش اقطعك، اقطع بس حضرتك، محتل او دولة محتلة او التاني، اللي بيجمعهم عنصر القوة. نعم. عنصر القوة والتفاخر بقوتهم، لكن المشكلة اين مجلس الامن؟ اين الامم المتحدة؟ اين الرأي العام العالمي؟ فين الكلام ده؟ لا للأسف ده ملف كبير جدا يا أستاذ محمد، وخاصة ما حدث في منطقة الشرق الأوسط كلها. أين مجلس الأمن والأمم المتحدة مما يحدث في ليبيا؟ أين مجلس الأمن والأمم المتحدة مما حدث في العراق ومآسي التي حدثت في العراق؟ صحيح. وأين مجلس الأمن والأمم المتحدة بكل أجزائها ما يحدث في سوريا؟ دي طبعا تدخلات أجنبية، كل له مصالحه، والكل يحاول أن يلعب في منطقة الشرق الأوسط بما يتفق المصالح الموجودة فيها. لكن أنا بدور على أساس أهل البلد نفسها، أنا بلدي وعايز أحررها وعايز أحافظ على حدودها، إزاي المحتل يقوم بالتهديد؟ لو أنت قربت حاول تاخد حقك برضه هضربك وهعتدي عليك. ده نوع من البلطجة العسكرية والسياسية للأسف في ظل نظام دولي ضعيف أو نظام دولي لا يطبق معايير القانون والحق والعدل على كل الملفات الموجودة في منطقة الشرق الأوسط. فعلا ربنا يسترها. على هامش إيجيبس 2020، الملا توقيع اتفاقيات بترول مع شركات عالمية ومذكرات تعاون مع أفريقيا، 61 اتفاقية خلال 4 سنوات لحفر 230 بئرا باستثمارات 6 مليارات دولار. يعني ملخص الخبر أن هناك اتفاقيات لتوقيع عقود كثيرة للتنقيب وحفر البترول والغاز، والأمل كبير في هذا الأمر
للخروج من عنق الزجاجة ودخول بقى مصر للاقتصادات الدولية ودخول دخل قومي قوي يدعمنا ويدعم اقتصادنا المصري. رأي سيادتك. يمكن المعرض ده معرض اكس 2020 في محمد هذا العام له مذاق خاص، له طعم خاص، له أهمية خاصة، لأنه في شركات بترول متواجدة في المعرض، في دولة إمكانيات البحث عن البترول والغاز والنجاح فيها بدأت تتزايد بشكل كبير جدا، وأرض الواقع بتشهد على كده. دولة بتتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج الطاقة في منطقة الشرق الأوسط. دولة سنت من التشريعات اللازمة التي تؤمن حقوق أي شركات أجنبية تقوم بالبحث عن البترول. دولة قامت بسداد كل مستلزم، كل ما هو عليها من ديون أو مستحقات للشركات القائمة باستخراج البترول والغاز. هنا يحدث نوع من الإقبال الكبير على الاستثمار في مجال البحث عن البترول والغاز في هذه الدولة بشكل كبير، لأن المؤشرات بالعثور على البترول والغاز في أكثر من منطقة وخاصة في مناطق المياه العميقة، ونموذج قدامنا في البحر المتوسط وشمال البحر المتوسط وحقل الزهر على سبيل المثال، بالإضافة إلى الاحتمالات الواعدة في البحر الأحمر بعد ترسيم الحدود البحرية بيننا وبين المملكة العربية السعودية واستقرار الواقع الاقتصادي في هذا المجال. طبعا بلا شك إن تبدأ الشركات المتخصصة والقوية في البحث وإنتاج الغاز والبترول إنها تعرض استعدادها وتوقع العدد الكبير من الاتفاقيات التي تمت هذا للحصول على امتيازات البحث عن البترول والغاز في جمهورية مصر العربية، سواء على الأرض أو بالنسبة للبحر أو نعم. المياه العميقة، سواء في البحر المتوسط أو البحر الأحمر. يعني اتمنى مزيد من الاكتشافات بإذن الله. هروح مع حضرتك للأهرام الصفحة الثامنة قبل انطلاق جولة المفاوضات الحاسمة. شكري يستعرض مفاوضات سد النهضة مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، يعني المفاوضات الأخيرة أو المفاوضات في الصيغة النهائية للاتفاق الخاص بالجدول الزمني لملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي، يعني هتبدأ أو بيستعدوا لها. تمنياتنا ايه بالنسبة لهذا الملف يا فندم، وايه اللي بنتوقعه؟ أولا المؤشرات دلوقتي طبقا للتصريحات الرسمية اللي بتخرج عن هذه الاجتماعات واللي بتتم حاليا في واشنطن، ودي الجولة الأخيرة والتي ستنتهي بنهاية هذا الشهر نعم. بتوقيع الاتفاق النهائي حول موضوع سد النهضة، سواء في عملية ملء السد وكيفية والمدة الزمنية أو كيفية ملئه، نعم. أو أيضا بالنسبة للنظام التشغيل. بالنسبة لعملية ملء الخزان بتاع سد النهضة، خزانها كان في اتجاه في الأول إن إحنا نحدد عدد سنوات، يعني أو نتفق على عدد سنوات ما بين أثيوبيا كانت بتطالب مثلا إنها بحد أقصى اللي هي تقدر 3 سنوات تبدأ الخزان فيها، ومصر كانت بتطالب إن تمتد المدة ل7 سنوات أو أكثر حتى لا تؤثر على احتياجات مصر المائية. طلع طرح جديد دلوقتي في هذا الموضوع تم الاتفاق عليه، إن مش مرتبطة بعدد السنوات قد ما هو مرتبطة بحجم الفيضان، تمام. حركة النهر نفسها، حركة المياه اللي جاية من بحيرة سانة في النيل الأزرق. والله أنا عندي الفيضان عالي أبدأ أخزن اخذ منه سنة واثنين وثلاثة وأربعة، مش عالي إن شاء الله أقعد 10 سنين لأن يكون كمية المياه الواردة أقل، وأعتقد هذا اتجاه صحيح وتوافق عليه. نعم. الإجراءات الأخرى الخاصة بالنظام التشغيل بتاع السد، طب ماذا لو حدث انخفاض اللي هو يسموه الجفاف البسيط أو الجزء أو الجفاف الممتد؟ الجفاف الممتد إذا جالي إيراد نهر النيل الأزرق
من اثيوبيا 7 8 سنين قليل. اخد يعني اشغل السد ازاي؟ هل بكامل طاقتي ويكون تركيزي على ملو السد، ولا لابد اراعي احتياجات مصر والسودان من الماء، خاصه من مصر على سبيل المثال. نهر النيل هو روحها، هي الاعتماد كله على مياه نهر النيل بنسبه 97%. كل هذا يعني شبه تم الاتفاق على الجزء الاكبر منه، والجزء المتبقي من الناحيه القانونيه ووضع اليه لصد المنازعات والمواسير بينحط فيه، ونظام التشغيل بعد كده يبقى ايه المتابعه ازاي وخلافه، هو بيتم حاليا دلوقتي. واعتقد في بكره اجتماع بيتواجد فيه وزراء الخارجيه والري في الدول الثلاث بحضور الوسيط الرابع للولايات المتحده الامريكيه ومختلف وزاره الخزانه والبنك الدولي. ان شاء الله سنصل في هذا نهايه هذا الشهر بحد اقصى على اتفاق نهائي ويتم توقيعه وتبدا الامور تسير بشكل طبيعي باذن الله. لا يضيع حق وراء مطالب، باذن الله تنتهي هذه المفاوضات بما يرضي جميع الاطراف، ولكن لا يضر مصلحه مصر باذن الله. استاذ رفعت فياض، نشكر حضرتك جدا على شكرا لك يا استاذ رفعت.